مين بها ذي الشيش حراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم أصدقائنا، شلونكم أخباركم؟ طبعا يعني ترددنا جدا أنه نصور هذا الفيديو، بس صار لنا يومين عايشين حياة يعني جدا مأساوية صراحة. صار لنا سنتين أو ثلاثة بهذا البيت، ما أعرف إيش أرد أقولكم، يعني شيء ما يصدق، راح تفكرون أنه مزح بس هو مو مزح. يعني قام نسمع أصوات، يعني مثلا بالليل عم يعني امبارح ميرا سمعت 3 أصوات، وانا سمعت بالليل قبل ما انام الابواب قام تتسكر لحالها، المي يعني امبارح كوكي جلت، بعد ما خلصت جلي رجعت انفتحت المي لوحدها. فنحن اليوم بدنا نصور لكم هذا الشيء تشوفونه بعيونكم، يعني منشان نكونوا موثقين هذا الشيء، وبنفس الوقت يكون بي دليل انه هذا الشيء اللي قام نسولفه صحيح. طبعا بدنا نشوف هاي الامور حتى للشيخ، منشان الشيخ يجي يرقينا البيت ونشوف شلون الله ييسر. ظلوا معنا لنهاية الفيديو وشاهدوا ايش راح يصير. ليش حركتيها برجلك؟ ما بحرك، ما شفت شيء. حتى انا لبست شو تحت الطاولة، طاولة مغناطيس وكذا. شوف خلاص تفرجوا، اذا بي شيء يرتمي المكعب مثلا او شيء. شوفي هذا والله قام تتحرك، والله العظيم قام تتحرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هات زين صورت ثواني أشوف. بابا هسه تتحرك. بابا في حدا تحت، هذا كنت حاطته هيك صار يفتح. ما أقول لك، هو أنا شفت المكعب تحرك وعرفت إنه بيشي فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرفين شيلي حطي لنا صورة البقرة. لكن لا حطي لنا شو اسمه؟ ما بعرف. حطي لنا هذيك اللعبة، هاتي لأنه صار تطلع اللعبة. وأنا أشوف. مو هاي القناة. هسه شوفت شي. روح افتح الباب. هاي قناة اللعبة يا الله، هاي سبورت. يجوز هذول الاولاد قام يتهافمون، اولاد الجيران. هات السحرة. انا هسه بينات شو ترى والله في حدا. من العين السحر اول شيء. ايه ما بحدا. ها يا ولده دقوا ما بحدا، يا الله والله دقوا ما بحدا. والله دقوا ما بحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي والله دقوا ما بحدا. ها صحي، شوف الزبالة. بس انا اقول لك بالعين الساحرة ما بشي. غرفة هاي مسكرة، هاي مقفلة. صدق بالعين الساحرة كنت قام ادحق حط الموبايل، يعني حتى العالم هسه عم شايفتنا، حتى العالم شايفتنا حاليا. هذين ها شايف، انا شايفه. ها دق. لا روح معلق الجرس. بابا حاسس كثير سريع هذاك العنبدو. ما بي حدا بالعين الساحرة، ما بي حدا. شبيك؟ ايه احنا عم نطلع وهو ران، يعني ما بي حدا. خلاص عود نبدل البيت. هذا البيت كأنه مسكون او شيء. البيت مسكون، توقع البيت مسكون، لان بي شيء قام يصير غلط ما قام نفهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ايش قولها منين اجي سقطت من السقف. استنى لا اروح لا اروح كل نفس كمان واكلها كلها واكلها كلها كمان يكون بيها رساله مشفره. اها هذا الرقم انا شيك بي 6837 وين شايفه هذا وين شايفه 1 7 1 ذكر لك لا روح مثل فيلم اللي شكون اسمه سيد الخواتم ايه لما يقاتلهم ب717 جني يقاتلهم والله لازم نجيب الشيخ لازم نجيب الشيخ ضروري خليه يرقي لنا البيت لانه ما مو مزبوط مو مزبوط الوضع مو مزبوط الله اكبر شكون هذا الوقع بابا وبعد ثاني نقزني مي ربك مي وش فيك يا عندك شيء؟ والله انا برايي نشاو ننزل بقى جوا نروح لبين ما ندخل بابا او شيء لا تبكي بابا نقزني والله خوفنا قسما بالله نقزني والله العظيم امبارح بالليل صوت طقطقه مثل هي هواء هي لا انا سمعت مثل هذا الصوت شوف مثل هذا الصوت ها اسمع نفسي كذا ها يمكن هواء احنا كنا فاتحين الشباك شيء انا اي هو انا قلت يمكن من الشباك مثلا قام تتحرك ايه هاي الشغلات الحر السماعة مو مضبوطة امبارح كنا مشغلين المكيف ومسكرين الابواب ايه شلون طلع شلون النسوة هاي شو البسوا 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 ناكل جوا ونروح على شكون اسمه على قرايبنا والمسبه اللي نرجع يكون ما بشي 328 كلنا بنفس المكان نظل منشان ايش منشان بس يصير شيء كلنا نطلع سوا يعني ابدا ما نخاف وقووا قلبكم انتم ولا تفكروا انه بيشي انا معاكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شكون هذاك شكون هذاك الشيء بالله من الشيطان الرجيم ها شكون صار منين يريد ينط مستحيل ينط من هون شفتموا انتم انا مصوره ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد 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 خلونا نفوت اشوف لحظه خلونا نفوت اشوف لا تعالوا الحقوني الحقوني لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا ما لا تخافوا لا تخافوا ما بشي يا اخي ما بشي ما بشي اقولها ما بشي مين بهذي الشيء يا شحراب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم شكونه بابا انت شو أمزح معاكم هذا قناع الحقيقة أنه عملنا بيكم مقلب أنا وميرا هذا مقلب يا المقلب هذا قناع هذا قناع ميرا عملنا بيكم مقلب المهم أكلتم المقلب تتذكرون لما مقلبتم ميرا و... وعبوري كوكي والله ميرا هي اخترعت الفكرة قالت تعال نعمل البيت المسكون بابا يا سكت يلا روح تعال شكو تريد تعمل لا يصير معاه بصفار بعدي لا يصير معاه بصفار وصل يخرب بيتك يخرب بيتك شو حبيتك بابا 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 ليش شو عامل لك علوش بابا علوش الوحش الضاري ويلي مصدوم هات شيله لا تخوفه بابا ليك ليك شو رح عمل لا تخوفه بابا 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 نلبس العلوش نلبس العلوش فوت تعال لبس العلوش يلا شاكي ويلي والله مرعب دخشون شكله بعدي بعدي علي علي
والله مرعب. اوه الوجه. انا اول ما شفت هذا ما عاد اقدر يعني قلت هذا اخر يوم بحياتي. شلون بس جدنا نجيب لكم الشيخ يعمل لكم رقيه. وبابا بابا 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 بابا